السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منتخبنا الأولمبي بيتعادل مع إسبانيا في أول مباراة ليه في طوكيو، مباراة غلب عليها الطابع الدفاعي من المنتخب المصري، وكمان قدرنا ندافع بشكل كبير جدا، وكان في تألق كبير جدا من خط نص المنتخب المصري وخط الدفاع، وغياب شبه تام لهجوم المنتخب المصري، تقريبا ما هاجمناش منتخب إسبانيا. نبدأ حلقتنا ونتكلم عن المباراة وعن التشكيل اللي بدأ بيه شوقي غريب، وعن اهم النقاط اللي ممكن نستفاد منها مباراه اسبانيا. بس قبل ما نبدا يا ريت تعمل لايك للفيديو عشان بيحبسنا جدا ان احنا نكمل، ويلا بينا نبدا حلقه النهارده. شوقي غريب بدا بتشكيله محمد الشناوي في حراسه المرمى، اسامه جلال، حجازي، الونش كثلاثه قلوب دفاع، وعلى اليمين العلي، على الشمال فتوح، وفي قلب الملعب او في الفندرات اكرم توفيق وامام عاشور، على اليمين طاهر محمد طاهر، وعلى الشمال رمضان صبحي، وفي الامام احمد ياسر ريان. تشكيله زي ما بيقولوا كده 3-5-2، تشكيله في حاله الهجوم بتتحول او بتبقى 3-5-2، بيزيد العراقي ويفتوح مع رمضان وطاهر، ويبقى في تامين لهم دفاع عن طريق اكرم وعن طريق امام عاشور. ولكن احنا ما كناش بنشوف التحولات الهجوميه دي، لكن كنا بنعتمد على انطلاقات طاهر ورمضان واحمد ياسر فقط لا غير، وطبعا ايد لوحدها ما تسقفش. في الدفاع بقى كانت الموضوع بيتحول لخمسه مش ثلاثه، كان بيبقى فتوح وكريم العراقي راجعين ومقفلين بشكل كبير جدا على اطراف ملعب منتخب اسبانيا، اللي هو مثلا طبعا كان موجود اسينسيو، كان موجود برضه سيبايوس اللي طلع مصاب بعد تدخل طاهر محمد طاهر. انا مش عارف الحكم شافها انذار على طاهر ليه، برضو من ضمن المجاملات اللي عملها الحكم من في داخل المباراه حته انذار طاهر محمد طاهر، حجم اللاعب، اللاعب واخد كورته، اللاعب لاعب على كورته، مفيش اي تدخل، وكان في تدخل غلط اصلا. تاني سيبايوس هو اللي كوعه او المرفق بتاعه في رقبه طاهر محمد طاهر، مش طاهر محمد طاهر هو اللي داخل يتعمد الإزاء. ولكن المباراه ككل كمجمل منتخبنا قدر ان هو يتمركز بشكل دفاعي قوي جدا. خبرات احمد حجازي وخبرات الونش والشناوي، الثلاثه فعلا ادوا ما عليهم في المباراه، وقدموا مباراه دفاعيه قويه جدا قدر بيها المنتخب المصري ان هو يطلع بنقطه التعادل مع بطل اوروبا، نقطه مهمه جدا ونقطه بطعم المكسب على منتخب اسبانيا، وبدأ موفقه على الشق الدفاعي وعلى شق التامين، واحنا رايحين ندافع ونأمن خطوطنا بشكل كبير جدا عشان ما نستقبلش اهداف ونوصل لابعد نقطه ممكنه في اننا نطلع في المباراه القويه بشباك نظيفه. وده اللي نجح فيه شوقي غريب ورجالته النهارده في المباراه، زي ما قلت تألق كبير جدا من الونش واحمد حجازي اللي النهارده كانوا، واسامه جلال كمان النهارده كانوا، كل كوره ممكن تشكل خطوره كانوا بيتصدوا لها بشكل قوي جدا، وهي الكوره اللي بتعدي منهم كانت بتلاقي الشناوي موجود، والكره اللي عدت من الشناوي تصدى لها القائم. يعني في المجمل اسبانيا ما لقتش المساحات اللي تشكل فيها الخطوره، كمان خروج من جيزه مصاب في الشوط الاول وداني سيبايوس برضه مصاب في الشوط الاول اثروا بشكل كبير على الجانب الهجومي لمنتخب اسبانيا، وكان المفروض مع خروج من جيزه نشوف حريه حركه اكتر لرمضان صبحي وانطلاقات اكتر لرمضان صبحي، لكن رمضان النهارده ما جاش تقريبا. يعني في المباراه كان برضه ملتزم بادوار دفاعيه، وكان قله الدعم وقله زياده احمد فتوح، وكمان عدم تقدم لاعب زي امام عاشور معاه يسند معاه نفس الشيء ادوا الى ان رمضان ما يظهرش بالشكل القوي زي احمد ياسر، ما قدمش حاجه برضه النهارده لان الكوره ما راحتلوش، وطاهر نفس الحكايه. فالمجمل زي ما قلت منتخب مصر قدم مباراه دفاعيه كبيره جدا امام منتخب قوي، منتخب اسبانيا بطل اوروبا، و في المجمل التشكيله بالبداء اللي نزلوا قدوا ما عليهم في سياق ان انت ما انتش عايز تتغلب، وده اللي كان عايزه النهارده شوقي غريب من المباراه، وقدر ان هو يطلع بيه من المباراه، نقطه مهمه جدا. وان شاء الله عايزين تطور ما هجومي، تقدر يبقى عندك خطه لما تبقى الكوره معاك، انت النهارده حضر نفسك صح ومجهز نفسك صح والكوره مش معاك، الكوره بقى معاك، فين الخطه؟ فين الفكر؟ فين التكتيك اللي انت بتلعب بيه؟ النهارده والصراحه لازم تنقال، يعني افتقدنا مصطفى محمد. ليه افتقدنا مصطفى محمد؟ لان العرضيات اللي كانت بتتعمل لمصطفى محمد كان بيقدر ان هو بشكل كبير جدا يترجمها، وكان ده مجمل خطوره منتخب مصر في الكرات المرتده او الهجمات المنظمه، انت ما بيبقاش عندك كثافات
كتيرة في الهجوم، ولكن كنت بتعتمد على خطورة مصطفى محمد في الكرات العرضية، وكان اللاعب بيقدر يسجل لك من 3 كور هدف أو من كورتين هدف، كان بيقدر بشكل خطورة، ودي تقريبا نقطة قوة مصطفى محمد اللي بيعتمد عليها بشكل كبير جدا. أحمد ياسر مميز في ضربات الرأس، لكن مش زي مصطفى محمد. مصطفى محمد لازم يكون سرعة وإحقاقا للحق، وهو مميز جدا 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 في الكرات العالية، ودي نقطة قوته يمكن الوحيدة إن هو مميز جدا في الكرات العالية في الصندوق، ودي لو كان موجود النهاردة كان ممكن يشكل خطر كبير جدا على منتخب إسبانيا في الكرات العرضية اللي كانت بتلاح لمنتخب مصر. في كام كرة اتلعبت عرضية لمنتخب مصر ما قدرناش إن احنا نستغلها بسبب إن احمد ياسر وصلاح محسن مش مميزين في الكره العاليه بنفس قدره او نفس قدرات مصطفى محمد. مفتقدين مصطفى محمد، مفتقدين صلاح، مفتقدين عناصر كتير كانت ممكن تنفعنا في المنتخب الاولمبي زي تريزيجيه، ولكن تريزيجيه رمضان موجود. صلاح كنت اتمنى اشوف عبد الرحمن مجدي، ولكن برضه طاهر بدا بشكل كويس، وكان الراجل معتمد على ان طاهر محمد طاهر هيدافع بشكل كويس. لسه عبد الرحمن مجدي راجع من اصابه طويله، ان شاء الله المنتخب الاداء بتاعه يتحسن ونشوف خطه لما الكره تبقى معاك، مش هنلعب طول الماتشات انك تدافع بس، ممكن يجي فيك هدف ما تعرفش تهاجم، يبقى مثلا لو ربنا كرم وساعدنا ولعبنا مباراه اقصائيه ودخل فيك هدف بدري، لما انت ما عندكش خطه انك تهاجم صدقني مش هتقدر تتعادل مع اي منتخب ايا كان هو مين. لازم نشوف خطه ولازم نشوف طريقه لعب مختلف عن كده، لازم عندنا تنظيم جيد للهجمات المرتده. طالما هنلعب بالشكل الدفاعي ده لازم يبقى عندنا تنظيم جيد للهجمات المرتده، وعندنا فكر ازاي نطبقه في الملعب لما تبقى الكوره معانا. مبروك النقطه لمنتخب مصر وشوق الغريب ورجالته، ومبروك الشعب المصري كله اول تعادل في الانبياد، وان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي ونقدر نصعد مع شوق الغريب ونقدر نوصل لابعد مكان ممكن في البطوله. لو اول مره تابعنا اول مره تشوفني يا ريت تنزل دلوقتي تشترك لي في القناه وتفعل الجرس ليصلك كل جديد، واعمل لايك للفيديو عشان بيحمسنا جدا ان احنا نكمل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.